أهلا وسهلا بكم اليوم بدرسنا الأخير إن شاء الله بموضوع الـ CCNAX. الموضوع اليوم حنتكلم على الـ One Wide Area Network أو الـ WAN. الـ Wide Area Network حقيقة من المواضيع المهمة، لازم واحد ياخذ فكرة عنها. تركيزها بالـ CCNA مو ذاك التركيز، بس حتصادفها كثير بالـ CCNP، وخاصة إذا تريد تتجه لموضوع الـ سيرفيس بروفايدر، السي سي ام بي سيرفيس بروفايدر والسي سي اي كذلك. فالون حيفيدك بهذا الموضوع. طبعا من تطلع البيئة الون او الوايد اريا نتورك كثير مواضيع حتشوفها جديدة، فاغلب المواضيع يمكنها تكتشفها او تشوفها جديدة بالنسبة لك في هذا المجال. اول خطوة لازم تعرف انه الون او الوايد اريا نتورك هي لاير 2. يعني شنو اللاير 2؟ يعني لا حنتكلم على الاي بي، ولا حنيجي يم الاي بي، ولا حنيجي يم الروت، لانه هاي كلها مواضيع متقدمه. اول شيء لازم تفهم انه انت اذا تريد تسوي شبكه لازم تنهي اللاير 1 واللاير 2. اللاير 1 تتمثل بالفيزيكال اللي يمثل الكيبل، واللاير 2 تتمثل بالبروتوكول اللي حتدير هاي، او اللي حتدير هذا الكيبل، او اللي حتسوي مانج لهذا الكيبل. إذا أول خطوة لازم تفهمها وجدا مهمة حتى نعرف يعني نحلل هذا الموضوع، أنه الـ One أو الـ Wide Area Network حقيقة هي Layer 2، وما نطلع على الـ Layer 2 إلا ببروتوكول الـ Frame Relay حنشوفه، اللي يسموه Layer 2 Mapping to Layer 3. يعني تحتاج Layer 3 أو هو يوصلك للـ Layer 3، حنجي نشوفها بالـ Frame Relay. بالسي سي ان اي حتسوي ديل ويا ثلاث او اربع بروتوكولات، اللي هي ال اتش دي ال سي وال بي 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 او البوينت تو بوينت بروتوكول، والبروتوكول الاخير الفريم ريلي طبعا، وموضوع اخر انا رفقته ويا الفيديو اللي هو ال في بي ان. ان شاء الله فكرة هاي البروتوكولات، قبل ما نتكلم على هاي البروتوكولات خلينا نشوف هاي الرسمة هنا. انا عندي هنا شركة اي وشركة بي. شركة اي هاي هنا شركة اي، الاتصال مالتها تريد تتصل بشبكة بعيدة نوعا ما جغرافيا، وبعيدة كذلك في غير منطقة وفي غير مدينة كذلك. فالحلول المتوفرة الي شنو؟ يا اما استخدم فاس ايثرنت من هنا لهنا، وهذا شيء صعب جدا. ليش؟ لان نحكي مرات يعني مئات الكيلومترات، آلاف الكيلومترات بين سيتي أو بين دولة ودولة، يعني فالموضوع الفاس إنترنت حيفشل. الموضوع الآخر ممكن نشتغل الفيسات، ممكن نشتغل الفيسات، يعني تخلي هنا فيسات أو تخلي هنا ساتلايت، هنا كذلك ساتلايت، وتسوي كونكشن بيناتهم، وهذا مكلف وغير مستقر. يعني اتصال مكلف وبي تقطعات كثيرة. هتقول لي عندنا حل مهم أو حل جيد جدا اللي هو الفايبر اوبتكس اللي مثل ما تشوفه. اقول لك ممتاز، الفايبر اوبتكس يقدر يحل لنا هاي المشكله ويسوي لنا اتصال من اي ل بي. بس الاشكال شنو؟ الفايبر اوبتكس مو تحت تصرفك، يعني ما تقدر انت تمت من انا فايبر اوبتكس وتسوي حفريات وتحت النهر او تحت المحيط كذلك، وتخلي الكيبل مالتك توصله للكمبيوتر او للنتورك بي، ما ممكن. فالعد شلون الفايبر اوبتكس حل ممتاز، لان كيف؟ قال لك الفايبر اوبتكس من اختصاص الاي اس بي، لانه هي عمليه تنظيميه. فالاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر دائما تابع للجفرمنت او تابع للحكومه، والحكومه هي تقوم بعمليه تاسيس الكيبل بين الدوله او بين مقر النيتورك اي في دوله كذا لدوله اخرى من خلال الفايبر اوبتكس. فلذلك احنا نحير حاليا باللاير 1، كيف نوصل الكيبل لاير 1، كيف نوصل الكيبل من الاي للبي فيزيكال لاير. زين، وصلنا بالخلال الاي اس بي او الاي اس بي حتصل بيه، حيقول لي يابا اوكي انا حقدر اوصل لك، لانه انا عندي فايبر اوبتكس من البلد اللي انا بيه للبلد الاخر، هنا أنا عندي فايبر اوبتكس. ممتاز، بس هذا الفايبر اوبتكس طبعا الاي اس بي حيقول لي هذا مو فري، لازم تدفع. يعني انا ما مسوي على مودك هذا الفايبر اوبتكس، مسوي على مودك بس لازم باي او تدفع، وايش قد ما تدفع ايش قد ما الخدمه مالتك تصير اوكي. اوكي، قبل الدفع يعني اريد افهم كيف اليه الكونكشن حصير. احنا قلنا اذا نتكلم باللاير 1 الفيزيكال،
هنا الفايبر اوبتكس الاي اس بي راح يعطيك كيبل وات ايفر اني كيبل، حتى ممكن فايبر اوبتكس يوصل لك اياه او ممكن تليفون كيبل يوصله دائما بجهاز يسموه الداتا شانل يونت سيرفيس شانل يونت اللي هو كونفرتر يحول من اي شيء لاي شيء، وهذا الديفايس حيحول لي اياه ويوصل لي اياه بسيريال. اذا هذا الكيبل اللي هنا تشوفه هذا حيكون سيريال. ممتاز. كذلك بالاي اس بي بالجهه الاخرى وبالدوله الاخرى كذلك حتاخذ كيبل هنا وتخليه هنا بالراوتر مالتك تقدر، وكذلك السيريال. السؤال مثل ما عرفنا بالمحاضره الثامنه او التاسعه على ما اعتقد انه كان عندنا سيريال وكان بنوعين دي سي اي والدي تي اي. الداتا كنترولر اكيوبمنت والداتا تيرمينال اكيوبمنت دي سي اي ودي تي اي. طبعا لازم تعرف انه الراوتر مالتك او هاي الوصلة السيريال هي تيرمينال يعني دي تي اي، هاي دي تي اي وكذلك هاي دي تي اي. زين ليش هاي دي تي اي؟ طبعا لانه الدي سي اي مالتك حيكون منو؟ الاي اس بي، هذا حيكون هو الدي سي اي، هذا هو الكنترولر، هذا هو اللي يتحكم بالباندويث او السرعه هنا، هو الكنترولر، هو الاونر، هو المالك لهذا الكيبل. فلذلك الاي اس بي هو حيصير دي سي اي. لذلك انت ما تقدر تحدد الباندويث، لازم تتبع الاي اس بي. فقره اخرى لازم تعرف انه كل موضوعنا بالون هو يتكلم على الانترفيس السيريال، يعني ما حنتكلم على الفاس ايثرنت. حقيقه الفاس ايثرنت دخل بالون من خلال البي بي بي او اي اوفر ايثرنت، بس خلينا نحصر تفكيرنا وين، انه هو سيريال انترفيس بكل الكونفيجريشن حنشوفه. ممتاز. اذا اتحققت اللاير 2 وتحقق الكيبل الان، وخلي نجي نشوف الفيزيكال كيبل شلون حيصير. حيطلع من هنا الكيبل للاي اس بي، والاي اس بي يودي من خلال الفايبر اوبتكس، وبعدين يوصل لك اياه وين؟ على البي هنا. ممتاز. اذا يعني الفيزيكال لاير انتهينا من عندها، وصل الكيبل. مره اخرى نرجع نقول الاي اس بي هو ما مسوي لنا هذا الموضوع يعني خدمه انه بدون مقابل، لازم ندفع. زين، قال لك اوكي انت حتدفع، من لازم ننظم هاي عمليه الدفع، لازم نفهم كيف حيصير الكونكشن، يعني قصدي الاي اس بي لازم يفهم، لازم يسوي فد سياسه، اذا انت ما دفعت لازم الخط ينغلق، اذا انت مثلا تريد باندويث اكثر لازم تطلب يعني خدمه اكثر، فلازم نسوي مانج او لازم الاي اس بي يسوي مانج خلال هذا الكيبل او هذا الفايبر اوبتكس. وانتبه لي، هذا الفايبر اوبتكس من دولتك طالع لكل الدول، يعني هذا الفايبر وممكن اكثر من فايبر اوبتكس، ممكن اكثر من كيبل، وممكن اكثر من لاين بدوله واحده او خارج لدوله اخرى. فلذلك هذا السيريال، عفوا هذا الاوبتيكال او هذا الفايبر اوبتيك لازم يصير له مانج. البروتوكولات اللي تدير هذا الموضوع حقيقه هي اللي اشرنا عليها، اللي اول بروتوكول هو ال HDLC DLC، والبروتوكول الآخر هو Point Protocol PPP، والبروتوكول الآخر Frame Relay. حتقول لي فقط هذين البروتوكولات؟ لا، عندنا الـ ATM في الـ CCMP حتشوفها مثلا، وعندنا كذلك تكنولوجي مهمة جدا اللي هي الـ MPLS Multi Protocol Label Switching، هذا مهم جدا، العفو مالتي بروتوكول ليبل سويتشنج، نعم ليبلنج سويتشنج. وكذلك عندنا تقنيات اخرى مثل تعتمد على البي بي بي اللي هي البوينت تو بوينت بروتوكول اوفر ايثرنت. هاي كلها التقنيات هنا او هاي كلها البروتوكولات تدير لك عمليه اللاير 2، عمليه تحويل الباكيتس من الاي للبي. خلي ببالك نقطة مهمة قبل ما نروح على كل البروتوكولات، انت حتسوي او البروتوكولات مالتك الخاصة لك بالـ CCNA حتى ليس عندك confused، HDLC point to point protocol و frame relay فقط. حتقولي الـ VPN، انت ذكرتها الـ VPN هي secure connection حقيقة، يعني مو بروتوكول يقوم بعملية الـ 1، وانما بعد ما تكمل configuration الـ 1 تريد يصير secure، فحتقدر تشتغل الـ VPN على اللينك اللي سويته من خلال هاي البروتوكولات. ممتاز. بس قبل ما نكمل هذا الموضوع او قبل ما ندخل بالكونفيجريشن، خلينا نشوف انواع الشبكات. هاي الشبكه الامامي هي بوينت تو بوينت، يعني شنو؟ يعني اي يريد يتصل بالبي، صح؟
يعني نقطة النقطة. زين، إذا أنا عندي نقطة لعدة نقاط، يعني مثلا شنو؟ يعني مثلا الـ A ما يريد يتصل فقط بالـ B، يريد كذلك يتصل بالـ D هنا، وأكو شركة أخرى C، وأكو شركة أخرى مثلا D E F، أكثر من شركة مقابل. يعني هذا الـ A يريد يتصل بأكثر من شبكة، حيصير point to multi point. لاحظ point to multi point. زين، هاي كيف نسوي هذا الموضوع؟ لاحظ كيف نسوي هذا الموضوع. صار شركة A ده تتصل بالـ A والـ B والـ C. يعني هتقول لي أوكي، مو إحنا هنتفق ويا الـ ISP، عفوا خلي بس أوضح لك إياها هنا. هتقول لي مو احنا اتفقنا ويا الاي اس بي ناخذ اكثر من كيبل، يعني من نان الاي اس بي حتى هذا يوصلنا مثلا ب بي، والكيبل الاخر الثاني يوصلنا بشركه اخرى الدي مثلا او شركه اخرى، والكيبل الثالث كذلك يوصلنا بشركه اخرى. طبعا هذا العمل غير مجدي، ما يعني الوان حتصير بهذا الاسلوب، تكنولوجيا صعبه جدا. فلذلك لازم تعرف انه مو فقط عندك point to point او نقطة لنقطة، عندنا multi point او point to multi point، كذلك عندنا multi point to multi point، وعندنا ثلاث انواع من الشبكات حقيقة مشهورة جدا، او ثلاث concept من التوبولوجي يسموها ال partial mesh والhub and spoke، والتوبولوجي الاخرى يسموها الفول mesh. اوكي، هنيجي نحكي على ذن ثلاث توبولوجيات او ثلاث ديزاين، هنيجي نحكي عليها ان شاء الله ونتكلم عليها ان شاء الله بالفريم ريلي، لان الفريم ريلي حتوفر لنا هذا الموضوع. حتقول لي زين احنا البروتوكولات الاول والثاني شي يوفرون؟ يعني ال HDLC شي يوفر لي؟ يوفر لي point to point. زين ال PPP من اسمه point to point protocol، حيوفر لي فقط ال A لل B. اوكي، الفريم ريلي شي يوفر لنا؟ الفريم ريلي يوفر لنا البوينت تو بوينت، يوفر لنا البوينت تو مالتي بوينت، يوفر لنا الهاب اند سبوك، الفول مش، كل هاي المواضيع حيوفر لنا اياها الفريم ريلي. وخل اكون واضح وياك، الفريم ريلي تكنولوجي قديمه تعتبر، تحتاج لازم تفهم كذلك بالسي سي ام بي تكنولوجي، اعتقد بالمستقبل حتحل محل الفريم ريلي اللي هي الام بي ال اس مالتي بروتوكول ليبل سويتشنج. خلينا نجي نشوف البروتوكول الاول ال HDLC كيف يعمل، وبعدها ال PPP، وبعدها حنروح على موضوعنا الاخير الفريم ريلي، وحرفق ويا نفس الفيديو موضوع ال VPN حتى الصوره تكون واضحه عندك. اوكي، ال HDLC بروتوكول قديم نوعا ما، يعتمد او يقول لك انت من حتسوي له كونفيجر حيخدم او يخلي يمر من خلال الاي بي والاي بي اكس والابل توك. حتقول لي دقيقه شنو هاي البروتوكولات؟ انا اعرف الاي بي. اوكي، احنا عندنا كم اوبريتنج سيستم؟ تقريبا عندنا يعني المشهورات عندنا ويندوز يونكس ولينكس، هذني كلهن تستخدم الاي بي انترنت بروتوكول، يعني اللانجوج مالتها انترنت بروتوكول. عندنا نت وير اوبريتنج سيستم او نوفل يسموه، هذا يدعم الاي بي اكس، وهذا بعده يشتغلوه بالبنوك يعني الكيس سنسيتيف لانه سكيور اوبريتنج سيستم جدا سكيور. وعندنا بروتوكول او بروتوكول اخر تستخدمه الماكنتوش اللي هو الابل توك. الابل توك، وطبعا حقيقه الابل توك هو بروتوكول قديم يعتبر، لانه الماكنتوش او الابولو برودكت هو تحول كله للاي بي، يعني كذلك يعمل مع الاي بي. القصد انه الاتش دي ال سي يفهم هذني البروتوكولات كلهن. يعني شنو؟ نرجع على الرسمه بشكل سريع. يعني البروتوكول اذا انت اشتغلت اتش دي ال سي هنا، اتش دي ال سي، واشتغلت اتش دي ال سي هنا كذلك، قال لك هنا أنا هذا الممر او هذا اللينك اللي يشتغل HDLC يقدر ياخذ IP، يشتغل بالIP. واذا عندك كمبيوترات هنا كذلك ده تدعم النوفل او الماكنتوش، كذلك يقدرون يستخدمون نفس اللينك، وكذلك الموضوع للماكنتوش يقدر يستخدم نفس اللينك. بس اكو مشكله في هذا البروتوكول، يقول لك اذا تشتغل IP رجاء كل الترافيك لازم مالتك يكون IP. يعني مثل ما انت تسوي طريق او نقدر نقول شارع بين منطقة لمنطقة،
منطقة اي ومنطقة بي، ده تسوي مثل الشارع، وهذا الشارع ده تقول يابا فقط البي ام دبليو تقدر تمر بهذا الطريق. يعني ده تحدد انت سيارة محل، يعني يجي مثلا تويوتا او تجي سيارة اخرى ما ممكن، يعني هذا الطريق فقط للبي ام دبليو مثلا. فالاتش دي ال سي اصبحت المحدوديه بيه، لان مثل ما تعرف ترافيك عندنا كثير مو فقط اي بي. فجت سيسكو اعتقد بال 2004 2005 حدثت هذا البروتوكول، قالت اهلا وسهلا انا اقدر اسوي الاي بي والاي بي اكس والابل توك، كلها تقدر تمر عندي بدون مشاكل، وميكس كلها يعني الشارع بين الاي والبي حتقدر تمر بيه كل انواع السيارات. ممتاز، بس اكو مشكله اخرى بالسيسكو اتش دي ال سي. قال لك هذا البروتوكول خاص فقط بالسيسكو سيستم، خاص فقط بالسيسكو سيستم. وطبعا هنا أنا وقفنا لمحدودية هذا البروتوكول. ليش؟ لأنه مو كل أجهزة الوان أو الوايد أريا نيتورك تشتغل بها سيسكو، أكو كثير شركات حتى الـ HP عندها، حتى الهواوي الـ 3Com كلها. فيقول لك هذا البروتوكول محدوديته فقط للسيسكو سيستم، فاعتبر هذا البروتوكول حقيقة محدود الاستعمال فقط بالسيسكو سيستم وببعض البرودكتس. خلينا نجي نشوف الكونفيجريشن مالته شنو أو شلون يصير. أنا عندي هنا أنا تو راوتر، ومثل ما قلنا احنا حتى وين خليت كمبيوتر هنا، وخليت كمبيوتر هنا، خلي اربطهم. قلنا مثلا هذا اي او شركة اي، وهاي شركة بي. اوكي، وقلنا بيناتهم يعني مساحة جغرافية يعني كبيرة، ف يعني تخيل انه هنا اكو اي اس بي، حتى بس اختصر لك الفكرة. وحخلي سيريال وحبدي بهذا سيريال 00 وسيريال 0. حقيقة هذا حيصير شنو؟ حيصير الكلوك ريت او يصير الدي سي اي، يعني الباندويث مال هذا الكيبل هذا الراوتر حيحدده. بس بالحقيقة اكو اي اس بي بالنص او اكو تو اي اس بي بالوسط. اوكي، ذولا التو اي اس بي هم يتفاهمون بيناتهم حتى يسوون او يحددون الباندويث. زين، احنا خلينا نجي نشتغل الاتش دي ال سي. قبل ما نبدي باي شيء خليني اشوفك شيء مهم جدا. اعتقد اذا اقدر أكبر الخط شوية. أوكي. قبل ما نبدي نسوي كونفيجر للراوتر، يعني قصدي الاي بي، خلينا نجي نشوف. حسمي هذا هوست ار 1، العفو هوست ار 1، ولا انترفيس سيريال 0/0/0 نو شت داون، فقط اقول له نو شت داون. اوكي، واروح على الراوتر الاول الثاني اقول له نو شت داون على نفس السيريال. هوست ار 2، اوكي، انترفيس اف 0/0 على فوق سيريال، سيريال 0/0/0. مره اخرى كل موضوعنا حيصير تحت السيريال انترفيس، حقول له فقط نو شت داون، فقط قلت له نو شت داون. اوكي، حسوي شو اي بي انترفيس بريف، حشوف انه السيريال هو اب بس البروتوكول هو داون. انا عندي علامه استفهام كبيره جدا، يا بروتوكول شنو البروتوكول؟ قال لك الاتش دي ال سي هو بروتوكول الديفولت يعمل مع السيسكو سيستم. اوكي، زين كيف نعرف هذا الشيء؟ يعني معقوله يعني ال HDLC هو الديفولت؟ نعم، وهذا كويستشن بالاكزام. يقول لك ما هو البروتوكول اللي يعمل باي ديفولت على السيريال انترفيس؟ خلينا نجي نشوفه. شو انترفيس سيريال 0/0/0 انتر، قال لك انكابسوليشن HDLC. اذا HDLC هو البروتوكول اللي يعمل باي ديفولت على السيريال انترفيس. زين كيف يعني يعمل او كيف يصير اب او كيف يشتغل؟ لازم تحدد الكلوك ريت، ومثل ما قلنا اذا عندك اي اس بي بهاي الرسمه مالتنا هنا فما تحتاج تحدد الكلوك ريت. ليش؟ لانه الاي اس بي هو يحير بهذا الموضوع ويعطيك الباندويث. خلينا نجي نحدد الباندويث هنا حقيقه بهذا الطرف، لانه هذا الطرف هو الدي سي اي. كيف اعرف هو الدي سي اي؟ امر مهم. شو كنترولر سيريال 0/0/0، حشوف انه هذا اللي هو دي سي اي هنا. اوكي، طبعا نو كلوك ريت، انا بعدني ما محدد الباندويث. واذا اروح اطبق نفس الامر هنا حلقة شو كنترولر سيريال 0/0/0،
هشوف انه هذا هو دي تي اي تيرمينال. اوكي، ومثل ما قلنا هذا الموضوع خاص بالاي اس بي. خلي اروح احدد config t interface 0/0/0. اقول لك look rate وخلي اقول له مثلا 1 مليون يعني 1 ميج. اوكي، طبعا شوية انتظر، رأسا حشوف او immediately حشوف change status to up. اوكي، يعني البروتوكول صار up. اوكي، طبعا مرة اخرى show IP interface brief، راح اشوفه up للبروتوكول. قبل شوية كان down صح بالراوتر 2، خلينا نجي نشوفه كذلك. قبل شوية كان عندي down. اوكي، خلي نشوف او خلي ننظر الى show interface show IP interface brief. لاحظ صار up. انتبه لي اني ما خليت اي اشي لا IP لا subnet mask، لانه الموضوع احنا ما واصل للاير 3. بعد ما شفنا الفيزيكال up يعني الكيبل اشتغل تمام ووضعيته تمام، يعني مرة اخرى نرجع على مثالنا الشارع من الاي للبي، صار بي تبليط وممتاز ويقدر يستقبل الكارز والسيارات. البروتوكول اللي حيدير امور هذا الشارع مثلا من ترافيك لايت من كذا، قلنا البروتوكول الديفولت هو شنو؟ اتش دي ال سي. صار اب. زين كيف صار اب؟ لان تحددت السرعه بهذا الباندويث، او عفوا تحدد الباندويث في هذا الكيبل. اذا ال اتش دي ال سي هو البروتوكول اللي يعمل باي ديفولت على السيريال انترفيس. خلي اروح وياك خطوه شويه ابعد من هذا الموضوع، او حقيقه مو ابعد وانما هي خطوه يعني لازم تكون بدايه بموضوع النتوركينج بشكل عام. سؤال يتبادر للذهن مالتك يقول زين اذا احنا عندنا بروتوكول باي ديفولت يعني ينظم عملية الترافيك بالسيريال انترفيس، فهذا بالضرورة حيخلينا نتساءل انه شنو هو البروتوكول اللي يشتغل باي ديفولت بالفاس اثرنت، لان الفاس اثرنت كذلك هو انترفيس. البروتوكول اللي يشتغل باي ديفولت بالفاس اثرنت واللي ينظم عملية الترافيك هو الـ ARP Address Resolution Protocol. الـ ARP او الـ Reverse ARP اللي هو البروتوكول اللي يقوم بعملية يعني المانج بالإيثرنت بطريقة ما أرسل أي باكتس إلا أتأكد من وجود الماك أدرس بالكاتشنج اللي عندي، وبعدها من أحصل الماك أدرس بالكاتشنج اللي عندي قبل ما أرسل أقول له لل يعني اللي دي يستقبل ممكن الـ IP مالتك حتى أسوي تشيكينج عليه. اذا اخذ ماك واشيك اي بي، وكذلك اخذ ما اي بي واشيك ماك كذلك بالادريس ريزولوشن بروتوكول الاي ار بي. حقيقه الاي ار بي ادريس ريزولوشن بروتوكول بنوعين، بادريس ريزولوشن بروتوكول برودكاست والاخر يسموه ادريس ريزولوشن بروكسي، وهو موضوع حقيقه بالاساسيات لل سيسكو سيستم تقدر ترجع له بالبوكس او بالسلايد. اذا البروتوكول اللي يشتغل باي ديفولت على السيريال مره اخرى هو ال HDLC. مثل ما تلاحظ ما خلينا اي شيء، فقط خلينا شنو النو شت داون، وخلينا الكلوك رايت، راسا حصلنا تشينج ستيتس تو اب اب من خلال الستيتس والبروتوكول. اكيد من حنخلي اي بي هنا اكيد راح يرجع، يعني اكيد حيصير عندي كونكشن. وخلني نجي نشوف انترفيس 0.0.0.0 اي بي ادريس، خلينا نقول مثلا 10.10.10.1، العفو هذا 2 حيصير لان راوتر 2 مثلا. اوكي، وما احتاج نو شت داون اوريدي، واروح على الراوتر 1 كذلك اخلي اي بي واسوي بينج حتى اتاكد. انترفيس اف 0.0.0.0 اي بي ادريس 10.10.10.1.255. اوكي، ممكن اسوي بينج اتاكد من الاتصال، اكيد راح اوصل عندي ريبلاي. اذا هذا البروتوكول الاول، وخلينا نجي نشوفه كذلك شو انترفيس سيريال 0/0/0
لاحظ الانكابسوليشن اتش دي ال سي والكيب الايف مالته كل 10 سكند يسوي تشيك، وهاي مواضيع الاتش دي ال سي، وهذا الباند ويث مال السيريال كذلك، والام تي يو ماكسيموم ترانسميشن يونت، ومقدار الديلي بالملي سكند كذلك. فلذلك هاي شنو المايكرو ملي سكند كذلك بالديلي. هاي فكره الاتش دي ال سي بروتوكول. بروتوكول حقيقة مثل ما تشوف يشتغل point to point وفي نقطة لنقطة مثل ما تشوف هنا. بس خلي أسأل سؤال هنا، هل هذا البروتوكول بي authentication؟ يعني شنو؟ احنا هنا مو قلنا الوان والاي اس بي دي يسوي لنا هاي الخدمة ولازم يسوي لنا تشارج عليها، فلازم يحتاج موضوع الاثنتيكيشن. الاثنتيكيشن قصدي اليوزر نيم والباسورد وصلاحيتك والاكونت مالتك، يعني داتا بيس كامله خاصه بيك، يعني اثنتيكيشن. قال لك ال اتش دي ال سي لا، اني 24 اورز 7 دايز شغال، يسموني مرات يسمون ليس لاينز بروتوكول، شغال 24 ساعه. من تريد تطفين لازم شت داون، يعني ما عندي اشتغل او اطفى بيس اثنتيكيشن او على اساس اليوزر نيم والباسورد. زين هاي مشكله هنا، لانه الاي اس بي ما يحب هيك بروتوكولات. الاي اس بي الفكره مالته شنو؟ يريد يكولكت ماني، يعني يريد ياخذ باي، والباي معتمد على اليوزر نيم والباسورد. زين كيف نحل هاي المشكله؟ راح يجي يحل لنا هاي المشكله الكبيره بروتوكول المهم جدا والواسع الانتشار اللي هو البي بي بي. البوينت تو بوينت بروتوكول هو حيحل لنا موضوع ال authentication وكثير مواضيع. فلذلك اغلب الشركات ما تشتغل HDLC. ليش؟ لان HDLC اولا ما بي authentication، والمشكله الاخرى فقط للسيسكو سيستم مثلا. فقال لك لا، احنا عندنا بروتوكول من open source PPP ويدعم كل البرودكتس وبي الاثنتيكيشن، ويدعم له كذلك يسوي لنا الايرور ديتكشن اذا اكو اي مشكله. وانتبه للايرور ديتكشن، يعني مو باللاير 3 فما فوق، لا، الايرور ديتكشن باللاير 2 وال1 فقط. يعني تيجي انت خال اي بي مختلف او نتورك مختلفه وتقول وتتمنى او تنتظر البي بي بي يحدد لك او يسوي لك ايرور ديتكشن للمشكله مالتك؟ ما ممكن يسوي ايرور ديتكشن على المشاكل اللي هو يقدر لها، لانه هو لاير 2 بروتوكول، حتى نكون دقيقين بالموضوع. الفقرة الأخرى بالبي بي بي مهمة جدا، يسوي كومبريشن أو يسوي ضغط للملفات، فلذلك موضوع الداونلود والأبلود يصير بي يعني سلس وممتاز، يشتغل تمام. المالتي لينك طبعا هنا مهمة جدا، يقدر يشتغل هذا البوينت تو بوينت بروتوكول. هتقول لي دقيقة، هو مو نقطة نقطة، ايش جاب المالتي لينك هنا؟ إذا تتذكر عندنا بالسيسكو راوتر عندنا خاصية بالسيريال انترفيس، خلينا نشوفها. Interface serial 0/0/0.100 مثلاً، أوكي؟ طبعاً لازم أكتب point to point، أوكي؟ أو لازم أحدد أما frame relay أما point to point protocol. لاحظ يعني أقدر أسوي sub interface، خلي أسوي كيا على الفاسة الثانية 0/1.100 مثلا. لاحظ هذا السب انترفيس، قال لك البوينت تو بوينت بروتوكول، اني اقدر اعمل على السب انترفيس، اشتغل تمام على السب انترفيس. فلذلك يدعم لك مالتي لينك اثنتيكيشن. يعني فكرته شنو؟ فكرته اني مو عندي نقطه، عندي نقطه بين الاي للبي هنا، عندي نقطه بين الاي للبي، الاي هاي النقطه ده توصل للبي تمام، واقدر اسوي نقطه اخرى هنا، يعني شركه اخرى اي بي سي هنا مثلا، اوكي، واسوي لها كذلك خط، ما اجيب كيبل اخر، وانما هذا الانترفيس اسوي له سب انترفيس اخر، اوكي، وكذلك اشتغل اثنتيكيشن خاص بالسي، واسوي سب انترفيس اخر وكذلك اسوي خاص، او اسوي يوزر نيم باسورد خاص للديستنيشن الاخر او منطقه الوصول الاخرى. فيعني القصد شنو؟ انه يشتغل على السب انترفيس. فنقدر نقول بالبوينت تو بوينت بروتوكول فقط احتاج كيبل واحد جاي من الاي اس بي على السيريال، ومن السيريال اقدر اسوي كثير سب انترفيسات، عدد كبير من سب انترفيسات، وكل واحد بي اثنتيكيشن للجهه المقابله بالاي اس بي الاخر. طبعا ايش قد رينج السب انترفيس؟ خلي اشوفك الرينج لانه رينج كبير. انترفيس question mark
لاحظ الرانج هو هذا، تقدر تسوي سب انترفيس، كثيرة من انترفيس واحد. ممتاز. اذا البوينت تو بوينت يدعم خاصية اسمها المالتي لينك، يعني يشتغل على السب انترفيس كأنما دي يشتغل، يعني مو كأنما وإنما مو كأنما فيزيكال حقيقة، لأنه السب انترفيس يشتغل بحالات خاصة ما ممكن نقارنه أو نخليه كأنما هو فيزيكال انترفيس. طبعا كل هاي العمليات يوفرها بروتوكول داخل البي بي بي اسمه ال سي بي، لوكال كنترول بروتوكول، وعندنا بروتوكول اخر بالبي بي بي يسموه الان سي بي، يدعم خاصيه الاي بي والاي بي اكس والابل توك، المثال اللي قلنا عليه الشارع والسيارات المتعدده الماركات، يعني تقدر تمر به. حتقول البي بي بي هل فقط يدعم الاي بي وما يخلي يعني غير فقط يعني ترافيك للاي بي وفقط ترافيك للاي بي اكس؟ لا ابدا، يقدر يسوي بهن ميكس ويشغلهن كلهن على لينك واحد. فلذلك تلاحظ البوينت تو بوينت هو بروتوكول حقيقة ممتاز جدا ومتكامل، بس كل موضوع point to point. يعني حتقول لي point to multi point, point multi point to multi point، لا ما حنقدر نسوي. فحنحتاج البروتوكول المهم جدا اللي هو الفريمري حقيقة، التكنولوجي ذني تكنولوجي الفريمري تعتبر تكنولوجي مهمة جدا. خلينا نجي نشوف قبل ما نروح على الفريمري، نشوف الكونفيجريشن مال بي 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 او البوينت تو بوينت بروتوكول في نفس الرسمه اللي عندنا هنا. مره اخرى تخيل انه هنا اكو اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر، وتخيل انه كذلك عند مثلا داتا بيس بيها يوزر نيم وباسورد. اوكي، وخلينا نجي نشوف ايش حيصير. هروح على الراوتر الاول انترفيس سيريال 0/0/0 واقول له انكابسوليشن بي 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 انتر. لاحظ immediately صار change status to down، رأسا البروتوكول صار down. زي ليش؟ لأنه الراوتر الأول دي يشتغل بـ PPP والراوتر الثاني by default دي يشتغل بالـ HDRC. هل ممكن يعمل نسوية؟ لا ما ممكن. ليش؟ لأنه different encapsulation، وهذا question أو سؤال بالامتحان يجيب لك الآتي show interface serial 0/0/0 okay. ويجيب لك رسمة أو صورة أخرى هنا اللي هو show interface serial 0/0/0 okay. ويقول لك هنا مدى يصير اتصال بيناتهم. ليش؟ فأنت من تجي تشوف يعني يعطيك الرسمة exactly مثل هذا يعني كذلك. لاحظ ليش ماكو اتصال؟ هنا الانكابسوليشن بي بي بي، هنا الانكابسوليشن شنو؟ اتش دي ال سي، فاتصال ما في. فلذلك هنا بالبي بي بي مثل ما قلنا اكو بروتوكول مهم جدا اسمه ال سي بي، يوفر لي الكومبريشن، يوفر لي المالتي لينك، يوفر لي الاثنتيكيشن. هسه كلوز. ليش؟ او الان هو كلوز. ليش؟ لانه الطرف الاخر ما مشتغل البي بي بي او البوينت تو بوينت بروتوكول. خلينا نجي نشوف. طبعا قبل من show IP interface brief وقلت لك انسى موضوع الIP، يعني يعني حتى ما ردت اخلي لك الIP بس حتى نشيك، يعني موضوعنا مو يم الIP هسه حاليا لان protocol down. لاحظ protocol down، يا protocol protocol layer 2 اوكي. لا يروح بالك بعيد protocol الIP او كذا، لا مو layer 3 موضوعنا، ليس layer 3 وانما layer 4 layer 2. هروح على ال config t interface serial 0/0/0 واقول encapsulation ppp enter، انتظر around 10 second maximum ورأسا change او immediately change status to up. اوكي لاحظ صار change status to up. خلي اجي اشوف المسج مرة اخرى show ip interface brief، لاحظ صار protocol up. خلي نجي نشوف show interface serial 0/0/0 enter، عندي ال encapsulation PPP ممتاز وعندي ال LCP open وبدأ يشتغل تمام. بس هسه حال ال HDLC، يعني هسه حاليا هذا البروتوكول ال PPP نفس حال ال HDLC. الخاصية اللي نريد نشوفها حاليا هو ال authentication. ال authentication مهمة جدا بال PPP أو ال point to point protocol، يدعم خاصيتين بال authentication PAP اللي هي ال password authentication password. هاي plain text، يعني ال password إذا يصير capture حين يعني واحد يقدر يشوف ال password
والفقرة الأخرى هي الشيب أو التشالنج أثنتيكيشن باسورد اللي هي تستخدم الـ MD5 بروتوكول مسج ديجيت 5 بروتوكول اللي هو يشتغل ب أو يشفر الباسورد يشتغل على الانتجريتي لاير اللي يشتغل على 128 بت 128 بت انكريبشن وديكريبشن يعني يحتاج لك وقت كثير على ما تكابتشر وتشوف الباسورد يعني مشفر صعب. فكيف يكون هاي عملية الاثنتيكيشن؟ خليني نجي نشوفها. حروح اول ما على ال PPP config t على السيريال انترفيس سيريال 0/0/0 اقول له PPP authentication question mark حيقول يا بروتوكول او يا نوعية authentication تريد تستخدم، هل هي ال PAP password authentication او ال challenge handshake ال challenge handshake authentication protocol. طبعا اذا انت تتصل بالاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر فينصح شنو؟ ينصح انه تخليهن اثنيناتهن. هل ممكن؟ نعم، تقدر تكتب بي اي بي و اثنيناتهن. لاحظ راسا صار تشينج ستيتس تو داون، ليش؟ الطرف الاخر ما يحمل هاي البروتوكولات. فاروح على الطرف الاخر هنا واقول له كونفيج تي انترفيس انترفيس سيريال 0/0/0 The PPP authentication PAP will check. Okay. انتظر شوية هنا. طبعا حقيقة شغلت عن البروتوكولات بس لازم اخلي يوزر نيم وباسورد. بعض الراوترات يصير عندها اب ويشتغل البروتوكول بيناتهم لانه عندهم باسورد باي ديفولت وكذلك يوزر نيم يعتمد على الراوتر. الفكرة الان شنو؟ طبعا ما في، خلينا نجي نشوف شو اي بي انترفيس بريف. لاحظ هنا داون البروتوكول داون، ليش؟ لانه احنا قلنا اثنتيكيشن شغلناه زين، وين الباسورد؟ وين اليوزر نيم؟ حقيقه اذا اكو اي اس بي فالاي اس بي حيعطيك يوزر نيم وباسورد هنا ويعطيه هنا كذلك يوزر نيم وباسورد على ضوء الداتابيس اللي موجوده بالاي اس بي. بس حاليا احنا ما عندنا اي اس بي، فايش حسوي؟ حسوي لوكال داتابيس. حروح للراوتر هنا الراوتر الاول واقول له يوزر نيم R2. اذا ردت تروح لل R2 استخدم الباسورد، الباسورد حيصير سيسكو مثلا 123، باسورد سيسكو 123. حروح للراوتر الاخر كذلك وكذلك اقول له نفس المعلومه كونفيج تي، اقول له اذا تريد تروح لليوزر نيم تريد تروح للراوتر 1 انه الباسورد مالتك حيكون سيسكو 123. انتظر شوي حتى اشوف هذا الاثنتيكيشن راح يتحقق. راسا يتحقق وصار change status to up. طبعا شنو هو change status to up؟ شنو هو الاب؟ شنو هو الاشتغال؟ بروتوكول البي بي بي واللاير 2 تحققت اوريدي، اللاير 1 اللي هي الكيبل تحقق اوريدي. خلينا نجي نشوف show IP interface brief. لاحظ صار change status to up. طبعا مهم جدا انه تفهم الاثنتيكيشن لانه هي حلاوه البي بي بي او فائده البي بي بي الكبيره هي الاثنتيكيشن طبعا وكذلك المالتي لينك او العمل في السب انترفيس. خلينا نجي نشوف امر يساعدك انه تفهم التكنولوجي بشكل صحيح اللي هو ديباج بي 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 اثنتيكيشن. ديباج بي 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 اثنتيكيشن يساعدك انه يشوفك ايش دي يصير بالاثنتيكيشن. طبعا من تدرس سي سي ام بي سيرفيس بروفايدر هذا الاثنتيكيشن تقدر تخلي الراوتر 1 هو يبدي الاثنتيكيشن والراوتر 2 هو يجاوبه، تقدر الراوتر 2 هو اللي يبدي والراوتر 1 هو يجاوبه، هو اللي يسوي كول، هو اللي يسوي ريسبوند. يعني موضوع كبير حقيقة متشعب بالاي اس بي سيرفيس بروفايدر او بالسي سي ام بي سيرفيس بروفايدر القديمة حقيقة. بعد ما شغلت الديباج خل اروح اطفي الانترفيس واشغله انترفيس سيريال 0/0/0 شت داون واروح اقول له نو شت داون واشوف الاثنتيكيشن. لاحظ انا شغلت الديباج دي يقول الاثنتيكيشن دي يشتغل كلوز كلوز سوى ريكوست سند وكلوز كلوز بعدين سوى ريكوست سند بعدين صار تشينج ستيتس. طبعا هنا منو دا يقوم بهاي عمليه الاثنتيكيشن بروتوكول كذلك مهم اسمه اي بي سي بي اللي يشتغل داخل البوينت تو بوينت بروتوكول او البي بي بي. حقيقه بالريلي سيتويشن او بالراوترات الحقيقيه تشوف
اكثر من هذا الديباج يعني، بس هذا سمبل دي يشوفك عمليه الريكوست والسند والريكوست والسند، وبعدين يصير عمليه ال اب او تشغيل البروتوكول في هذا البروتوكول، تشغيل هذا البروتوكول في هذا الانترفيس. اذا البي بي بي او البوينت تو بوينت بروتوكول اخذنا فكرته وعرفنا فائدته الاساسيه اللي هي الاثنتيكيشن، وسوينا معاه كذلك الاثنتيكيشن. بس بعدنا في نفس نقدر نقول في نفس المشكله اللي هي بعدنا بوينت تو بوينت، بعدنا نقطه لنقطه. هتقول لي كيف مدى افهم؟ زين اذا انا عندي راوتر هنا وراوتر اخر هنا وراوتر اخر هنا، اوكي هذني اربع راوترات، اوكي وهذا الاي اس بي موجود، هذا الاي اس بي موجود مثلا، اوكي كيف اوصلهم؟ هتقول لي اي سهله، اشتغل بوينت تو بوينت بروتوكول واخذ من هنا كيبل وودي هنا، واخذ من هنا كيبل وودي هنا، وخذ منا كيبل ودي هنا، وكذلك اوريدي كيبل السيريال موجود هنا. اقول لك هذا غير مجدي لان المايكروسوفت عندها فروع بكل العالم، فيعني صعبه يعني جدا صعبه. فكيف نسوي هذا الموضوع؟ قال لك ها هنا حنجي شنو؟ حنجي نشتغل السب انترفيس، يعني بدل ما اخذ هاي الكيبلات كلها اظل على السيريال نفسه، يعني اظل اشتغل على نفس السيريال هذا بالاحمر اللي بين الراوتر 1 والراوتر 2، اوكي ومن الاي اس بي بالطرف الاخر يطلع منه الكيبلات، قصدي عفوا خلينا نقول هذا الاي اس بي تطلع منه الكيبلات، اوكي ونشتغل خاصيه او تكنولوجي الفريم ريلي، نشتغل خاصيه وتكنولوجي الفريم ريلي. يعني هذا الراوتر حسوي له او حخلي به كم سب انترفيس، 1 2 3 طبعا والفيزيكال هذا، وتقدر كلها تسويها سب انترفيس، يعني نقدر نقول 4 سب انترفيس، فهاي 4 سب انترفيس، فاقدر هنا اسوي 4 سب انترفيس كلها رايحه او كل واحد رايح للجهه المقابله. هذا يسموها هاب اند سبوك هاي توبولوجي. يعني شنو؟ يعني هذا الراوتر اذا راد يتكلم بهذا الراوتر ما يقدر يروح لدايركت، لازم يروح من هنا، يعني الترافيك مالته قصدي يروح من هنا لهذا الراوتر، وهذا الراوتر يرسل الترافيك مالته للراوتر الديستنيشن. زين حتقول لي دقيقه، اذا هذا ما اشتغل او سقط او هذا صار بي يعني داون، هذا الراوتر داون صار بي، هل هذا الراوتر راح يستطيع يكلم هذا؟ لا، اذا سقط الهب ما في اي سبوك، لان هذا يسموه هب وهذا يسموهم او ذني الراوترات يسموهم سبوك. ممتاز. زين الفكره شنو؟ قال لك اوكي بالفريم ريلي عندنا شيء اسمه الفيرجوال سيركت او يسموها الدي ال سي اي، الدي ال سي اي او الفيرجوال سيركت. شنو فكرتها؟ قال لك احنا ليش ما نخلي لينك فيرجوال هنا بين هذا الراوتر وهذا الراوتر، هذا يوفر لنا التوبولوجي الثانيه او نمبر 2 يسموها البارشال مش. البارشال مش شنو؟ اذا سقط الهب هسه هذا الراوتر حيقدر يخاطب هذا الراوتر من خلال هاي الفيرجوال سيركت اللي موجوده هنا ويروح للراوتر هذا. ممتاز. طبعا هاي الفيرجوال سيركت انتبه مو كيبل، ليست كيبل او ليست كونكشن واتيفر، هاي مجرد فيرجوال سيركت حيصير لها كونفيجر هنا، اوكي بالدي ال سي اي هذا اللي حنجي نتكلم عليه بالفيلم ريلي. هذا الدي ال سي اي مجرد رقم، فاقول له يا رقم كذا روح للرقم كذا، يعني تصير هاي الوصله بارقام، اوكي تربط بالفيلم ريلي هنا. ممتاز. اذا سقط الهب السبوك هذا او هذا الراوتر يقدر يتكلم مع هذا الراوتر. بس دقيقه، اذا هذا الراد يتكلم هنا يقدر؟ لا ما ممكن. ليش؟ لانه ماكو فيرجوال سيركت هنا او في سي او دي ال سي اي. زين شنو اللي اسوي؟ قال لك جيب واحد دي ال سي اي خليه اخر هنا، اوكي واذا تريد كلهم يتكلمون اخر جيب دي ال سي اي خليه هنا كله. اذا هنا انا من نسوي هاي الشبكه اللي هي امامك، هاي يسموها شنو؟ يسموها الفول مش، يسموها الفول مش. اذا عندنا ثلاث انواع من التوبولوجي حتتمثل او حنشتغلها. حقيقة احنا نشتغل بس فكرة الفريم ريلي، اذا يعني اعطيك فكرة الكونفيجريشن لانه هي ادفانس حقيقة للثلاث توبولوجي اللي تشوفها. التوبولوجي الاولى يسموها هب اند سبوك، يعني كلهم يتكلمون ويعتمدون على هذا الراوتر.
الطريقة الأخرى حتى تضمن يسموها البارشال مش، خلينا في سي واحد أو دي ال سي أي، دي ال سي أي واحد، حنجي نشوف شنو معنى هذا الكلام شلون نخليه. إذا حتى تريد يعني الكونكشن بين الشركات مالتك دائما يبقى موجود، حنسوي خاصية الفول مش اللي هو مثل ما تشوف الدي ال سي أو الفيرجوال سيركتس اللي هنا خليناها بين الروتر. وانتبه لي هالفيرجوال سيركت حقيقة يتشرجك عليها الاي اس بي، يعني لازم تدفع للاي اس بي يلا يسوي لك هاي الخدمة. كيف نسوي عملية الكونفيجريشن للفريم ريلي؟ خلينا نجي نشوف الكونفيجريشن الخاص بالفريم ريلي. اوكي، عندي هنا ديزاين للشبكة 10 وهنا شبكة 30، حسوي لهم فريم ريلي كونكشن بيناتهم. طبعا بوينت تو بوينت حنسوي الفريم ريلي. الفريم ريلي يتكون من دي ال سي اي في رقم من 16 لل 1007. طبعا هذا الدي ال سي اي هو كانما الماك ادرس، الميديا اكسس كنترول بالايثرنت. يعني تتذكر الايثرنت البروتوكول الاي ار بي من يريد يرسل لاي شيء لاي ديستنيشن يقول له اعطيني الماك ادرس مالتك اريد اشيك. فبعد ما يعطي الماك ادرس راح يرسل له الباكيت اذا الماك ادرس متوفر بالماك ادرس كاتش، ونقدر نشوف الماك ادرس اللي موجوده بالكمبيوترات مالتنا من خلال الامور نتورك اي ار بي ماينس اي بالراوترات كذلك. عندنا مشكلة بالسيريال، ما في ماك ادرس. يعني الماك ادرس هو تكنولوجي خاصة بالايثرنت فقط، احنا دا نتعامل ويا سيريال انترفيس. السيريال ما بي هاي الفكرة الماك ادرس. يعني كيف؟ قال لك الدي ال سي اي هو حيحل محل الماك ادرس. الدي ال سي اي من رقم 16 الى 1007، وكذلك اكو بروتوكول اخر بالفريم ريلي يسموه ال ام اي، حنجي نتكلم عليه بعدين. الفريم ريلي يسموها لاير 2 مابينج تو لاير 3، يعني نحتاج الاي بي بيها. وخلينا نجي نشوف كيف نسوي لها كونفيجر فكره الدي ال سي اي كيف، وموضوع الدي ال سي اي وين حننزل هذا الرقم. خلينا نجي نشوف. عندي تو راوتر مثل ما شفت، يعني هاي بمدينه ومدينه اخرى هنا، وده تتصل من خلال الاي اس بي. الاي اس بي هنا اللي هو هذا، طبعا الاي اس بي هو هذا يسموه فريم ريلي سويتش. لاحظ طبعا هو راوتر بس يسموه سويتش او فريم ريلي سويتش لانه بيه كثير سيريالات، مرات يصير اكثر من 15 سيريال او حتى ال 21 سيريال. لاحظ كثير سيريالات موجوده امامك. كيف يصير الكونفيجر بيناتهم؟ طبعا اول شيء لازم تختار الكيبل الدي سي اي وتبدي من الاي اس بي، لان الاي اس بي هو حيحضر او هو حيرتب السرعه اللي موجوده هنا. فاختار سيريال 1 اوديها على سيريال 00، وحختار الطرف الاخر مثلا سيريال 2، تقدر تختار اي سيريال طبعا. اوكي، حروح على الفريم ريلي حاسوي هذا الكونفيجريشن للفريم ريلي. بس قبل ما اروح على الفريم ريلي هنا اريد اعطيك الهوست نيم هنا هوست ار 1. حتقول لي ليش الهوست نيم؟ الهوست نيم هنا أنا حيلعب دور بالموضوع الدي ال سي اي، حنيجي نشوفها. هوست ار 2. اوكي، خلينا نجي نشوف بالدي ال سي اي شنو اللي حصل. الدي ال سي اي مثل ما قلت لك هو رقم، او الفريم ريلي تحتاج او تشتغل على شيء اسمه دي ال سي اي رقم، يمثل كانما دوره يمثله بالماك ادرس، كانما الماك ادرس بالايثرنت. زين هذا الرقم يعني براحتنا، اب تو مي اخلي اي رقم لو شنو. طبعا الاي اس بي حقيقه يعطيك الرقم، بس احنا الان حنخلي ارقام يعني اللي احنا تفيدنا حاليا واللي تعطينا دلاله على التوبولوجي اللي بدنا نشتغل عليها. زين شنو هي هاي الارقام؟ حروح على الفريم ريلي هنا، اقول له الكونفيجر هنا، واروح على السيريال 1. طبعا السيريال 1 مرتبط بهذا الراوتر صح؟ اقول له يابا الدي ال سي اي مال هذا الراوتر 102، والنيم تقدر تخلي اي اسم بس انا حقول له 102. حتقول لي زين ليش احنا عندنا دي ال سي اي من 16 ل 1007، ليش اختارت هذا الرقم؟ اختارت هذا الرقم معناته الراوتر 1 حيكونكتد ويا راوتر 2،
واسمه راوتر 1 كونكتد تو راوتر 2، يعني لا تشوفها هي 102، اقراها راوتر 1 دي يتصل براوتر 2. طبعا حيتفيدك جدا من تقرا سي سي اي او سي سي ام بي، لان كل الدي ال سي اي او ارقامها مبنيه على هذا الموضوع. حتقول يعني اذا اني راوتر 1 دي يتصل براوتر 5 حتصير 105؟ اي اكيد حيصير 105، وكذلك يصير هنا 105. اوكي، حاليا عندي بس تو راوتر، فحخلي 102 102. يعني هي هاي الطريقة مو not should be يعني، بس يعني أحسن حتى تعطيك دلالة بالموضوع، فحقول لا أد هنا أنا. أوكي، أروح على serial 2 اللي هو هذا الطرف، حقول لا 201 ال DLCI مالتك، طبعا 201 ال DLCI هنا أنا، وحقول لا أد. إذا صار عندنا كل واحد أو كل راوتر كأنما صار عنده مثل الماك أدرس. اوكي، الماك ادريس او الدي ال سي اي لهذا الطرف هو ايش قد؟ خليني نخليه 102، ولهذا الطرف شنو؟ 201. ممتاز، خلاص لهنا الفريم ريلي. لا، بقت الحركه الاخيره المهمه جدا، تروح على الفريم ريلي وتقول له سيريال 1 ويا هاي الدي ال سي اي 102، رجاء سوي لي اياه كونكشن مع السيريال 2 مع هاي الدي ال سي اي، مع هذا الدي ار سي اي، فاقول له اد. اوكي، طبعا هنا انا يعني اني سويت اتصال او سويت لينك بين هاي الدي ار سي اي وهاي الدي ار سي اي الاخرى. اوكي، هذا شنو؟ هذا حقق لي موضوع اليونيك او موضوع كانما هو الماك ادريس او الميديا اكسس كنترول اللي موجوده او فكرتها في الايثرنت، كانما هي نفس الفكره، وانما انا غيرت الماك ادريس وخليت شنو؟ خليت الدي ال سي اي. مره اخرى رحت على السيريال الاول بشكل سريع، رحت على السيريال الاول اعطيتها دي ال سي اي وحده، ورحت على السيريال الثاني اعطيتها دي ال سي اي اخرى، وبعدين رحت على الفريم ريلي سويت الدي ال سي اي الاولى بالسيريال 1 بهاي الدي ال سي اي اتصل بالسيريال 2 بهاي الدي ال سي اي. طبعا هنا مهم او سؤال مهم جدا حتيجي تعرف او حتعرف نتيجته بعد ما نكمل الكونفيجريشن، هل ممكن اضيف اكثر من دي ال سي اي بالانترفيس الواحد؟ ممكن، بس لازم تعرف انه كل دي ال سي اي لازم عندها انترفيس ولازم مربوطه باي بي. حتقول لي زين مو انا هنا عندي بس انترفيس واحد، اقول لك ها هنا يجي دور السب انترفيس اللي تكلمنا عليه قبل شوي. السب انترفيس تقدر تسوي له هنا، تقدر تسوي 5 100 200 سب انترفيس، وتقدر تاخذ كثير دي ال سي اي دي ال سي اي تنزلها على السب انترفيس. خلينا نجي نشوف الكونفيجريشن اللي حنخليه بالراوتر. interface serial 0/0/0 واقول له اي بي ادريس اول شيء 192.168.20.1 مثلا، عفوا 7255 نو شت داون. اوكي، اقول له انكابسوليشن فريم ريلي. اوكي، طبعا تشينج ستيتس تو اب. زي ليش قبلها كان تشين يعني مختلف البروتوكولات؟ هو حقيقة ما دا يشوف، يعني حتقولي هذا مو اب دقيقة هنا اون الاوف العفو، هذا الانتر هذا الراوتر ما دا يشوف هنا شكو، هذا يشوف اتصاله مع الاي اس بي شغال وكله شيء تمام، فيقول لك اب راسا. اوكي، حنجي نشوف زين كيف اشيك هذا داون، يعني لازم اعرف او لازم اسوي ديتيكيتد هنا انه هذا داون. حنجي نشوف التولز اللي تفيدنا بعملية التشيك اللي هي الـ LMI. اوكي، Link Management Identifier. خلينا نجي نكمل Encapsulation Frame Relay. اوكي، وقلت له No Shutdown، او بعدها انا اوريدي قلت له No Shutdown هنا، خل اروح على الراوتر الثاني هنا وانزل نفس الكونفيجر. اوكي، ولا IP address 192.168.20.2 255.255.255.0 ولا نو شت داون. تمام، وحقول له encapsulation frame relay enter، رأسا سوى change status to up. ممتاز، حاليا هنا شنو عندي؟ نوعين من الفريم ريلي، عندي شيء اسمه static frame relay وعندي dynamic frame relay. static frame relay و dynamic frame relay بالسي سي ان اي اكس فقط الدايناميك الاوتوماتيكلي. اوكي، الامر حتى تعرف الفريم ريلي مالتك شغاله ولا لا، شو فريم ريلي ماب، امر جدا مهم.
قال لك السيريال اب الاي بي مالتك 20.1، حقيقه هذا مو الاي بي مالتك، هذا الديستنيشن. لاحظ هو جاب لك اياه ديستنيشن اللي تريد توصل له 20.1، قدرت توصل له من خلال الدي ار سي اي 201 اللي الاي اس بي اعطاك اياها او السيرفيس بروفايدر، من خلال عمليه الفريم ريلي الدايناميك او الاوتوماتيك. اوكي، هل ممكن اسوي ستاتيك؟ اي نعم طبعا، وهذا يسموه فريم ريلي مالتي اكسس نون برودكاست، مالتي اكسس نون برودكاست. والتشيكينج مالتك او ال ام اي هو سيسكو، حنجي نعرف شنو ال ام اي بعدين. الستيتس مالتك شنو؟ اكتف، شغال. اوكي، خل نروح على الراوتر الثاني، الراوتر الاول حقيقه ونشوف هذا الامر. شوف فريم ريلي ماب امر مهم جدا، يقول لك اب واذا تريد توصل لل 20.2 حتستخدم ال 102 اللي هي الدي ال سي اي، والفريم ريلي مالتك نوعيته دايناميك وقلنا اكو ستاتيك. اوكي، وبرودكاست او نون برودكاست مالتي اكسس يسموها الفريم ريلي، ونوعيه التشيك اللي هو السيسكو. حتقول لي نوعيه التشيك شنو والستيتس اكتف شنو معناتها؟ اوكي، الستيتس هنا أنا حقيقه تجيك اكتف يعني كل شيء تمام، يعني من هنا الطريق كله امن. اوكي، كله شغال. مرات تشوف هنا ان اكتف، مرات تشوف هنا ان اكتف، يعني شنو؟ يعني المشكله مو بالطرف مالتك بينك وبين الاي اس بي، المشكله بين الاي اس بي والطرف المقابل، هنا المشكله. ها هاي معناتها الان اكتف. زين، اذا اشوف هنا ديليت، اوكي، يعني معناتها المشكله بيني وبين الطرف الاي اس بي، يعني هنا المشكله. اذا مره اخرى اكتف ما عندي اي مشكله، ديليت مشكله موجوده عندي بين وبين الاي اس بي، ان اكتف معناتها المشكله بين الاي اس بي والطرف الاخر. اوكي، طبعا هاي من يوفرها؟ يوفرها بروتوكول مهم جدا اسمه ال ام اي لينك مانجمنت ايدنتيفاير. طبعا احنا شفناه هنا، خلينا نجي نشوف بالفريم ريلي. من رحت على السيريال تتذكر ال ام اي سيسكو، عندنا ثلاث انواع. سيسكو هو خاص بأجهزة سيسكو، يسوي تشيك لأجهزة سيسكو، وعندنا الـ ANCI IEEE يشتغل على كل الأجهزة، وعندنا الـ Q933A يشتغل باليونايتد ستيتس فقط بأمريكا. هذا فأعتقد إذا عندك كل أجهزتك سيسكو، سيسكو ممتاز حتى يسوي تشيك، أو الـ ANSI اللي هو كومباتيبل مع الأجهزة الأخرى، وحقيقة كذلك الـ Q933 كذلك كومباتيبل، بس دائما يكون داخل داخل أمريكا. هاي فكرة الفريم ريلي. خلينا نجي نشوف البينج تحقق بعد ما سوينا هذا الشيء. خلينا نجي نشوف بينج 192.168.20.2 عندي ريبلاي وشغال من خلال الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر. حتقولي اوكي زين، اذا عندي انا هنا، طبعا بس اعطيك الفكره، اذا انا عندي هنا راوتر اخر وراوتر اخر مربوطين بال دي ال سي اي، دي ال سي اي هنا. اوكي، خلينا نقول هذا راوتر 3 وراوتر 4. اوكي، راوتر 3 وراوتر 4 وعلى السيريال 3 و4، على السيريال 3 و4 او على السيريال 2، على السيريال 0 و3 مثلا. فاروح على 0 اقول له يابا 301 حتى يتصل بالهب او الراوتر 1، 301 يا راوتر 3 يتصل براوتر 1. واروح على السيريال 3 هنا اقول له انت 401، يعني راوتر 4 اتصل ب1. اوكي، واقول له هروح على الراوتر 1 العفو السيريال 1 واضيف له كذلك دي ال سي اخرى، اقول له 301 add واقول له 4 بعدها حروح على الفريم ريلي حقول له السيريال 1. طبعا صار كثير دي ال سي اي بالسيريال 1، اقول له سيريال 1 بال دي ال سي اي 301 اتصل لي بالسيريال 0 بال 301 اقول له اد. حروح على نفس السيريال 1 اللي هو الهب اقول له بالسيريال 401 اتصل لي بالسيريال 3 اللي هو 4
صفر حقيقة هذا لازم أغيره، مو 4 0 1 لازم يصير 1، العفو هنا لازم أغيره 4 0 1 0 4، فأقدر أروح على سيريال 1 هذا أسوي له ديليت، أقول له 1 1 0 4 1 0 4، أوكي كلها. طبعا حتى موضوع ترتيبي حتى تتذكر الأرقام يعني، فأروح كذلك على الفريم ريلي مرة أخرى وحقول له السيريال 1 ب 4 أو 1 0 4 خليه يتصل بالسيريال 3 ب 4 0 1، أوكي. طبعا حقيقة لازم أغير هذا كذلك بس كفكرة يعني، أوكي. بعدها تنزل الفريم ريلي كونفيجريشن هنا، انكابسوليشن فريم ريلي، انكابسوليشن فريم ريلي حيصير عندك اتصال اوتوماتيكلي على الدايناميك فريم ريلي. فهنا شنو حققت؟ شنو حققت؟ انه 3 مالتي بوينت يتصلون ببوينت واحده. زين هنا سيريال 1 لازم يسوي شنو؟ لازم يسوي سب انترفيس سيريال كونفيج تي انترفيس سيريال 0/0/0 دوت، واني اريد اتصل هذا مثلا بالراوتر 3 فحقول له 1 0 3 او راوتر 3، اوكي. طبعا بوينت تو بوينت واقول له انتر، لاحظ سوى لي اياه سب انترفيس. طبعا هذا ما يشتغل اذا ما انت منزل الانكابسوليشن فريم ريلي، وكذلك اقول له انكابسوليشن فريم ريلي واشتغل واخلي له الدي ال سي اي. اذا هاي فكره الدي ال سي اي او فائده الدي ال سي اي بشكل مبسط، يا رب ان شاء الله الفكره وصلت لكم. بشكل مختصر عندنا 3 بروتوكول بال1 ال HDLC وال point to point protocol، شفنا الكونفيجريشن مالتها ووصلتنا الى نقطه لنقطه فقط. اجا بروتوكول الفريم ريلي حقق لنا موضوع البوينت تو مالتي بوينت، ومثل ما تكلمنا على 3 توبولوجيات مهمه اللي هي الهاب اند سبوك والبارشال مش او الـ يعني المش الجزئيه مثلا او الفول او الشبكه الاخرى اللي هي الفول مش، وشفنا انواع الدي ال سي اي وفكره الرقم بالدي ال سي اي والال ام اي. فكرة الـ VPN حرفق لكم الـ VPN مع هذا مع هذا الفيديو كذلك. يا رب إن شاء الله تعجبكم فقرة الوان، وإن شاء الله نشوفكم بدروس أخرى. شكرا جزيلا والسلام عليكم.